تمر الانطلاقات الكبيرة في هذا الصباح الجميل وفي هذه الاندفاعات الجميلة والمميزة. في هذه اللحظات أعلنت انطلاقة شوطنا الحادي عشر لابكار الثنايا المحليات الأصاي لتعلن اندفاعة هذه الشعارات الكبيرة. هنا مقدمة الشوط أول الأسماء وأول التحديات لأتابع في هذه اللحظات مزون من تحت الصدارة. هنا محمد بن سهيل بن عويضان العامري حاضرا على أول التحديات مع مزون ويقدم لنا مزون المركز الثاني الحضور في هذه اللحظات. والقدوم من الوثبة هنا محمد بن سالم بن محمد الراشدي حاضرا في هذه اللحظات مقدما لنا المنطلقة. هنا الوثبة مع المركز الثاني وعلى أرضية ميدان الوثبة لتنطلق في هذه اللحظات المركز الثالث القدوم والحضور الانطلاق الكبير. الحاضرة قناعة مع المركز الثالث سعيد بن سالم بن سليم السعدي الحاضر في هذه اللحظات. المركز الرابع الحضور يا سلام من جميله الحاضرة طاهر بن عبد الله بن خالد البلوشي حاضرا مع المركز الرابع. المركز الخامس الحضور في هذه اللحظات والوصول من الجانب الأيمن أتابع في هذه اللحظات من تنطلق وتندفع في هذه الاندفاع الكبير والاندفاع المميز. تندفع هنا مشاهدينا الكرام هملولة أحمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري حاضرا مع انطلاقة شعاره ومع انطلاقة هملولة. بينما أيضا الحاضرة في هذه اللحظات أحضرت ووصلت أوصلت في هذه اللحظات صروح الحاضرة والمنطلقة مع سالم بن محمد بن سالم المدهوش يقدم لنا صروح صرح راعي صروح وانطلق في هذه اللحظات. أتابع الحضور المميز الحضور الكبير مع المركز السابع أحضرت في هذه اللحظات ليالي. مرحبا 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 يا ليالي القادمة بشعار الدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري حاضرا في هذه اللحظات مقدما لنا شعار المركز الثامن الحضور من ظبية 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 حمد بن محمد بن سالم الوهيبي من يأتي في هذه اللحظات وينطلق مع شعاره الكبير. هنا أتابع المركز التاسع أحضرت سلابة ليحضر خليفة بن حمد بن حميد بن عيه الشامسي الحاضر مع المركز التاسع. المركز العاشر أحضرت في هذه اللحظات ووصلت بهذا القدوم بهذا الحضور الكبير أحضرت مطرة الحاضر هنا مبارك بن أحمد بن مطر الخيلي يقدم لنا مطرة مع المركز العاشر. هكذا النداء الأول انقضى لحضراتكم متابعينا ومشاهدينا الكرام عبر قناة ياس الناقلة لهذه الأحداث. العودة إلى مقدمة الشوط العودة إلى المركز الأول إلى من تحتل الصدارة تحتل الانطلاق الأول وشعار بن عويضان حاضرا دائما مع المراكز الأولية. هنا مزون محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم لنا مزون الحاضرة مع المركز الأول. المركز الثاني أحضرت في هذه اللحظات ووصلت أوصلت هملولة هملولة يا هملولة أحمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهرية الشعار الاقتصادي الحاضر في هذه اللحظات. أحضرت ووصلت
أوصلوا أبناء السلطنة لياتي في هذه اللحظات ويقدم لنا ضبي. هنا حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، مرحبا 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 بهذا الحضور. هذا شعار كبير، حضر لينضم إلى الكبار، حضر لينضم إلى العمالقة، حاضرا بانطلاقاته المركز الرابع. أتابع صروح 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 روح يا راعي صروح سالم بن محمد بن سالم المدوشي الحاضر مع المركز الرابع، المركز الخامس أحضرت ليالي الحاضرة بشعار الدكتور راشد بن حمد بن زفنة الأحفاري مع المركز الخامس. المركز السادس الحضور الكبير من الوثبة، هنا محمد بن سالم بن محمد الراشدي حاضرا مع المركز السادس. المركز السابع الله 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 أحضرت في هذه اللحظات ووصلت، أوصلت العنود، مرحبا يا العنود السليم بن سالم بن علي الغيلاني حاضرا مع انطلاقة العنود. أتابع الحاضرة في هذه اللحظات الواصل الجوهرة لياتي في هذه اللحظات، عامر بن حمد بن عفصان المنصور راعي عطوة الحاضر في هذه اللحظات والقادم بكل قوة المقدم لنا شعاره الجوهرة الجوهرة. أتابع حضور مميز، أتابع أوصلت أحضرت انطلقت عجيبة. أسهل بن حمد بن جذوة العامري حاضرا، اجتمع عن الثنايا احضر عن الثنايا، احضروا الكبار احضروا العمالقة احضروا في هذا اليوم، احضروا في هذا المهرجان، مهرجان جائزة زايد الكبرى. الدكتور الدكتور يقدم لنا شعاره، يقدم ليالي ليالي مع المركز الاول. هنا راشد بن حمد بن زفنة العفاري من يقدم لنا شعاره، يقدم لنا ليالي، ولكن راعي عطوة راعي عطوة الحاضر الحاضر مع الجوهرة، جوهرة يا جوهرة. عامر بن حمد بن عفصان المنصوري الله الله يا ليالي يا جوهرة، انطلقا مع المركز الأول، انطلقا مع المركز الأول ومع المركز الثاني، المركز الثالث الحاضرة في هذه اللحظات الضبية. هنا حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، الوهيبي حضر. أتابع من حضرت، أتابع من وصلت، أوصلت أوصلت العنود، وعنود الصيد صادتني وأنا من صاد. السليم بن سالم بن علي الغيلاني. أتابع أيضا شعار بن عويضان الحاضر مع مزون محمد بن سهيل بن عويضان العامري. يبوي بدأت الأمور تتحرك، بدأوا في الانطلاق، بدأوا في الاندفاع. هنالك وتابع، هنالك وتابع الحاضرة وأول نداء، أول حضور لحشمة سهيل بن خان بن أحمد النعيم حضر، حضر في هذه اللحظات أحضرت مطرة الحاضرة مع المركز الرابع من المركز الخامس لتأتي في هذه اللحظات، يقدمها في هذه اللحظات مبارك بن أحمد بن مطر الخيلي الحاضر الفيلسوف حاضر، حاضر في هذه اللحظات. نعم إنها المعركة، المعركة تبدأ بين حنايا هذا الميدان، بين حنايا ميدان الوثبة عاصمة الميادين، أغلى الميادين أقوى الميادين، أنه ميدان الوثبة الوثبة الوثبة. والكيل الأخير الكيل الخطير في هذه اللحظات، اللي بالناموس يروح، اللي بالناموس يروح، اللي بالناموس يحرك يحرك. مطرة 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 يا بن مطر يا الخيالي يا الخيالي الفيلسوف
بهذا الشعار الكبير. نعم مطرة مطرة الحاضرة في هذه اللحظات أحضرت الظفرة. سعيد بن محمد بالرصاص المنصوري الحاضر في هذه اللحظات أحضرت أيضا جوهرة. عامر بن حمد بن عفصان المنصوري يا بوي. الله 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 على الظفرة. سعيد بن محمد بالرصاص المنصوري ولكن أملولة أحمد بن غانم بن علي بن حمود الضاري بن حمود بن حمود وأيضا الحاضرة حشمة سهيل بن غانم بن حمد النعامي النعامي النعامي. الأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة. الفوز لمن؟ الانتصار لمن؟ الظفرة 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 حشمة والظفرة. ولكن سلام يا الظفرة سلام يا الظفرة على هذا الفوز. تهانينا لسعيد بن محمد بن رصاص المنصوري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني حضرت مشاهدينا الكرام حشمة سهيل بن غانم بن حميد النعيم. المركز الثالث هملول أحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. المركز الرابع أحضرت مشاهدينا الكرام مطرة مبارك بن أحمد بن مطر الخيلي. والمركز الخامس أحضرت مشاهدينا الكرام شعار فيصل بسالم الخرباني النعيمي. إذن تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار لمالك الظفرة سعيد بن محمد بن رصاص المنصوري. 12 دقيقة 42 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني كانت حشمة حاضرة مع سهيل بن غانم بن حميد النعيمي. 12 دقيقة 42 وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز يتابع المركز الثالث هملولة أحمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري. التوقيت 12 دقيقة 44 ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. هنا أتابع بالفعل من أحضرت مع المركز الثاني شواهين محمد بن سعيد بو حقب الشامسي. تهانينا له والناموس على هذا الفوز والانتصار. من احتلت وانتزعت المركز